نتكلم الآن عن الـ disorders of the inner ear أو الاضطرابات التي تحدث في الأذن الداخلية. أول اضطراب Meniere's disease. Definition of Meniere's disease is a term given to the episodic symptom created by fluctuation in the production or reabsorption of fluid in the inner ear. إذا تذكرون الأناتومي لما تكلمنا عن الأذن الداخلية وذكرنا أنها تتكون من جزئين، أول جزء الكوكليا أو قوقعة اللي تساعدنا أن نسمع لأنها تقوم بتحويل الموجات الصوتية إلى إشارات عصبية بواسطة طبعا يكون موجود فيها سائل وخلايا شعرية أو الهير سيلز، and we have the semicircular canal اللي ساعدنا في أن نتوازن، it help in balance. طيب أساسا الأذن الداخلية والإينر إير اسمها بشكل كامل الليبرينث. الليبرينث هذا يتكون من سوائل زي ما انتم شايفين، هذه عبارة عن سوائل، سائل اللون الأزرق هذا سائل اسمه إندوليمف. لما يتراكم هذا الإندوليمف أو يصير فيه تجمع كميات غير طبيعية جوا الأذن الداخلية يسبب لنا المينيرز ديزيز، لأنه مع تراكم المستمر وما في تصريف يسوي لنا تلف للعصب السمعي ويمنع من تحويل الموجات الصوتية إلى إشارات عصبية. باختصار الباثوفيسيولوجي تبع المينيرز ديزيز، الليبرينث اللي هو هذا كامل، الستركتشر هذا كامل اسمه ليبرينث، اللي تكون من القوقعة والسيمي سيركولر، يكون جزء عظمي أو بوني بارت اللي هو هذا، وجزء membranous part جزء غشاء داخلي. البون بارت هذا يساعدنا في إنه أو يحمي لنا الجزء الداخلي الأغشية الداخلية، so it's to protect the membranous inner ear. الmembranous أو جزء الغشاء الداخلي يحتوي على سائل زي ما ذكرت اسمه الإندوليمف اللي هو السائل الأزرق اللي أنتوا قاعدين تشوفونه حاليا اسمه إندوليمف. لما الشخص يحرك راسه when the person move his or her head، الإندوليمف هذا والسائل اللي جوا الأذن الداخلية يتحرك أيضا، وبالتالي تنتقل الموجات الصوتية إلى إشارات عصبية وبعد كذا توصل للدماغ حتى يتم تفسير الأصوات. طيب في حالة المينيرز ديزيز إيش يصير؟ يصير عندنا زيادة في هذا السائل increase in إندوليمف، فيقوم بتمديد الأغشية الداخلية أو يسبب لنا يسبب الميمبرينوس ليبرينث تو دايليت، يعني تتمدد زي البالونة تصير، فيصير في استسقاف السوائل جوا الأذن والدرينج سيستم أو جهاز التصريف يصير مغلق became blocked. طبعا the blockage sometimes result from scar tissue or congenital narrowing of the ducts، يعني ممكن يكون بسبب مثلا إصابة أو إنه بسبب خلقي. anyway the hair cells الموجودة جوا الكوكليا أيضا تتضرر بسبب تراكم السوائل وبسبب الضغط السائل الموجود جوا الأغشية. بعد كذا الشخص ما عاد يقدر يسمع كويس لأنه the hair cells اللي جوا الكوكليا هي اللي تحول لنا الموجات الصوتية إلى إشارات عصبية وتنتقل بعد ذلك عن طريق الأكيوستيك نيرف إلى الدماغ. يعني انتو شايفين بالبداية يصير في تراكم سوائل، تتراكم السوائل يبدأ يصير في انتفاخ في الغشاء الداخلي، صار في انتفاخ في الغشاء الداخلي قفل عندنا الدرينج سيستم وتقفلت عندنا قناة التصريف، تتلف عندنا الخلايا الشعرية أو الهير سيلز اللي تكون عبارة عن جزء مهم جدا في تحويل الموجات الصوتية إلى إشارات عصبية يستجيب لها الدماغ ويقوم بتفسير الأصوات. hopefully it's clear. على بوم بحط لكم فيديو أيضا يشرح لكم الباث فيسيولوجي of Meniere's disease so you can understand it very well. هذه الصورة برضو كمان توضح لنا الليبرينث اللي هو عن البوني بارت الكوكليا والسيمي سيركلر وجوته تكون السائل. إيش أسباب اللي تؤدي لحدوث Meniere's disease؟ طبعا إلى الآن not known، أو maybe it causes by autoimmune factors أو أسباب مناعية، بس إلى الآن لم يتم تحديد الأسباب.
أول حاجة الشخص اللي يكون عنده مينيرز ديزيز فيرتيجو يكون عنده دوار ممكن يستمر إلى ساعات، يعني هذه أهم سيبتومز يتميز فيها الشخص اللي عنده مينيرز ديزيز. أيضا نازيا فوميتينج تينانس يبدأ يسمع الضجيج رنين أزيز في الأذن صداع abdominal discomfort nystagmus of the eye هذه common symptoms of patient with Meniere's diagnostic test for Meniere's disease. إيش الإجراءات التشخيصية اللي نعملها حتى نشخص إذا الشخص عنده هذا المرض أو لا؟ أول تشخيص the caloric stimulation test which stimulates the acoustic nerve. طبعا هذا التشخيص يتأكد لنا إذا العصب السمعي intact سليم أو صار فيه تلف damage عن طريق إنه يتم سكب cold or warm water or air into the air canal في القناة السمعية. بهذا الشكل يتم سكب الماء، طبعا درجة حرارة الماء تكون يا أقل من درجة حرارة الجسم يا أعلى من درجة حرارة الجسم. بمجرد ما الدكتور أو النيرسز يعمل air irrigation بالموية تتغير درجة حرارته داخل القناة السمعية ويصير في استجابة عن طريق حركة العين. فإذا صار في rapid side to side eye movement معناته العصب هذا still intact يعني لازال سليم. في طبعا اختصار cows يعني إيش؟ cold water العين تبدأ تتحرك لل opposite side يعني تتحرك بشكل سريع لل opposite side. في حالة الـ warm water العين تبدأ تتحرك بجهة الـ water بجهة الـ the same size where we put the water or the air. okay بحركة طبعا سريعة rapid side to side movement. أنا أعمل في فيديو لوحدة تعمل هذا الاختبار على نفسها بعد هذا السلايد شوفوا وتابعوا حركة العين، حركة نسميها nystagmus حركة سريعة. طبعا إذا ما في حركة معناته في مشاكل في العصب السمعي، ممكن مشاكل في جذع الدماغ. ثاني اختبار الإلكترونيستيغموغرافي. الإلكترونيستيغموغرافي يختبر لنا طبعا نستخدم هذا الاختبار خاصة لما الشخص يجي للعيادة ويقول إنه عنده فيرتيجو أو دوار شديد ويستمر لساعات طويلة. فهذا يعتبر من اختبارات التوازن لأنه زي ما أنتم ممكن عارفين إنه الأذن والعين مرتبطين مع بعض، فنقدر نختبر التوازن من خلال تقييم حركة العين. طبعا ليه نختبر التوازن السمعي من خلال تقييم حركة العين؟ لأن المستشعرات الخاصة بالتوازن اللي موجودة في الأذن الداخلية في منطقة السيمي سيركولر كانل مرتبطة بالعضلات اللي تتحكم في حركة العين، وهذا اللي يخلينا مثلا لما نحرك راسنا بسرعة وإحنا مركزين على نقطة معينة يظل تركيز العين على نقطة معينة وتتحرك العين باتجاه هذه النقطة. هذا بالنسبة لاختبار الإلكترونيستيغموغرافي زي ما قلت يقيس لنا الآي موفمنت ويعرف إذا كان في مشاكل اللي أدت لحدوث هذا الدوار. الاختبار الثاني اللي هو الـ CT scan والـ MRI طبعا تعمل المقطعية وأشعة الرنين حتى نستبعد إذا كان في مشاكل أخرى سببت هذا الدوار، مثلا مشاكل في البرين. أوكي في عندنا اختبارات الأودومتري أو اختبار قياس السمع. في هذا الاختبار يتم تقييم إذا كان الشخص يقدر يسمع الأصوات بطبقاتها المختلفة وكيف يميز بين التشابه بين الكلمات طبعا صوتيا. ففي هذا الاختبار يتم تلبيس هذا الشخص بسماعات so we will put a headphones and then we will let the patient or the client to hear noises of a variety of pitches and volumes يعني يسمع أصوات بمختلف الترددات. بعد كذا البيشنت راح يقول لنا لما يسمع أو ما يسمع، وكمان نطلب منه أن يقول لنا الكلمات اللي يسمعها حتى نعرف إذا كان يقدر يفرق بين الكلمات صوتيا. في فيديو طبعا وضحت أضفت لكم عن الأودومتري تيست يشرح اختبارات قياس السمع. في برضو آخر اختبار اللي هو الإلكترو كوكيولوغرافي. كوكليو جاية من الكوكليا اللي هي القوقعة.
فنستخدم فيها الإلكترود حتى نقيس الكهربائية أو قياس تخطيط كهربائية القوقعة باستخدام الإلكترود to record the electrical activity of the inner air in response to sound. فنفحص استجابة الأذن الداخلية للأصوات، لأنه زي ما ذكرت في البداية أن الأذن الداخلية أو الـ inner air موجود جوتها المستشعرات أو الـ hair cells اللي تحول لنا الموجات الصوتية إلى electrical signals أو إشارات عصبية تنتقل إلى الدماغ، وبعد كده الدماغ يتعرف على الأصوات هذه. Hey everyone, my name is Madison. Today, or tonight I guess, I will be doing the caloric test for Dr. DeBrot's class, so wish me luck! Alright, let's get started. So I have my dropper here filled with very cold water. I'm actually pretty dizzy, so I don't know if this is like what it's supposed to look like or. Yes, great. Dan mag je nu naar de zwarte stip links op de muur blijven kijken, alleen met ogen. En dan nu naar de zwarte stip rechts op de muur blijven kijken. While you keep your eyes closed, make a head calculation how much is to. Don't anticipate, follow. Follow carefully the dots. If you look closely, you can see perhaps. Follow carefully the dots. If you look closely, you may see a tiny small red dot in the yellow one.
Het plaster, je hoofd blijft een minuut eruit met de ogen toe en zo weer voor minuten. En de buitenkant, hoofd blijft dan eens gedraaid met de ogen toe. En dan mag je in deze houding mee opzetten. Ja, zo blijven zitten. Nu duizelig. Hi, this is Tom from ZeroToFinals.com. In this video, I'm going to be going through audiometry. And you can find written notes on this topic at ZeroToFinals.com/audiometry or in the ear, nose and throat section of the ZeroToFinals surgery book. So let's jump straight in. Audiometry involves objectively testing a patient's hearing by playing a variety of tones and volumes. Air conduction is tested by using headphones, and bone conduction is tested using a device called an oscillator that delivers sounds directly to the bones of the skull. Audiometry results are recorded on an audiogram. Audiograms can help identify and differentiate between conductive and sensory neural hearing loss, and we're going to talk in more detail about how this is done. Let's talk about audiograms. Audiograms are charts that document the volume at which patients can hear different tones. The tone is measured as frequency in hertz, which is plotted on the x-axis from low to high pitched. The volume is measured in decibels, which is plotted on the y-axis from loud at the bottom to quiet at the top. The lower down the chart, the higher the decibels and the louder the volume. The higher up the y-axis, the more sensitive the patient's hearing is. Hearing is tested to establish the quietest volume at which a patient can hear each frequency. This level is plotted on the chart. The louder the sound required for the patient to hear, the worse their hearing is and the lower on the chart they will plot. For example, a 1000 Hz sound will be played at various volumes until the patient can just about hear the sound. If this tone is heard at 15 decibels, a mark is made on the chart where 1000 Hz meets 15 decibels. If this sound can only be heard at 80 decibels, a mark is made where 1000 Hz meets 80 decibels. Hearing is tested in both ears separately. Both air and bone conduction are tested independently. The following symbols are used to mark each of these separate measurements. X is used to mark the left-sided air conduction. A square-shaped close bracket is used to mark left-sided bone conduction. An O is used to mark right-sided air conduction. And a square-shaped open bracket symbol is used to mark right-sided bone conduction. When a patient has normal hearing, all readings will be between 0 and 20 decibels at the top of the chart. In patients with sensory neural hearing loss, both the air and bone conduction readings will be more than 20 decibels, plotted below the 20 decibel line on the chart. This may affect only one side more than the other, or both sides equally. In patients with conductive hearing loss, bone conduction readings will be normal, between 0 and 20 decibels,
However, air conduction readings will be greater than 20 decibels, plotted below the 20 decibel line on the chart. In conductive hearing loss, sound can travel through the bone, but is not conducted through air due to pathology along the route into the ear. Both air and bone conduction readings will be more than 20 decibels in patients with mixed hearing loss. However, there will be a difference of more than 15 decibels between the two, with bone conduction better than air conduction, plotted slightly higher on the chart. Thank you for watching this video. If you liked the video, left a comment, or subscribed to the channel, thank you so much, it really helps. Zero to Finals is not just a YouTube channel. There's also a website with detailed notes, illustrations, and questions, an Instagram account where new questions are posted every day to help you test your knowledge, books, flashcards, and much more. I also have a personal channel where I share my thoughts and tips on learning medicine, and you can find links to everything in the description of this video. See you next time. Electrocochleography, or ECOG, is a diagnostic test most commonly used to determine if the inner ear has an excessive amount of fluid or pressure. While seated comfortably, the patient will be prepped by cleaning the sites for electrode placement. An electrode will be placed on the forehead. And foam electrodes will be placed in each ear. During the test, the patient will lie still while listening to loud clicking noises. The waveforms from each ear will be evaluated. Test results can be used to determine certain inner ear pathologies such as Meniere's disease or endolymphatic hydrops. Medical management for Meniere's disease. Till now, there is no cure for this disease. However, there is a lifestyle modifications and other medication that can control the symptoms associated with Meniere's disease. For example, a patient cannot have instruction to eat low sodium or sodium free diet. حتى نمنع تراكم أو احتباس السوائل أو زيادة الأملاح زي ما أنتوا عارفين تعمل زيادة في احتباس السوائل. أساسا المينيرز ديزيز هو نتيجة إنه في إفراز شديد أو تراكم شديد للسوائل داخل الأذن الداخلية. أيضا smoking is contraindicated. ننصح البيشنت إنه يوقف smoking to prevent vasoconstriction اللي هو عبارة عن ضيق في الأوعية الدموية اللي سبب كمان أو يعمل interfere with fluid drainage. Treatment of allergy or avoidance of the allergy is recommended. ميكليزاين أو أنتيفيرت أنواع نوع من أنواع الأنتيهستامين تستخدم حتى تقلل لنا من النوزيا الفوميتينج and vertigo. كل هذه أعراض المينيرز ديزيز. ديزيبام من أمثلته الفاليوم يعتبر من أدوية الترينكلايزرز كمان يوصف للبيشنت تو كنترول الفيرتيجو أو الدوار الناتج من هذا المرض. الأنتي إيميتيك ميديكيشن ذات كنترول نوزيا and vomiting زي ما تكلمت عنها مثلها الانتيفيرت أو الميكليزاين. هيدروكلوريثايزد أو أذر دايوريتكس المدرات طبعا عشان تساعد إنها تقلل من السوائل المجمعة داخل الأذن الداخلية. So it may decrease the fluid in the endolymphatic system and relieve symptoms as a result. إذا قلت السوائل راح تخف عندنا الأعراض مثل الدوار الغثيان والترجيع الناتج من ذلك. Surgical management for patient with Meniere's disease. في حال ما نفعت الميديكال مانجمنت والميديكيشنز اند لايف ستايل موديفيكيشن المريض لازم يخضع لجراحة حتى يتم من تخفيف حدة الأعراض المصاحبة لهذا المرض مثل ما ذكرت الفيرتيجو نوزيا فوميتينج انتيننس. أول إجراء جراحي decompression of the endolymphatic sac أو الكيس الليمفي. طبعا الكيس الليمفي هو اللي يحتوي على السائل الليمفي أو الاندوليمف.
أوكي؟ وهذا السائل هو اللي يتراكم ويتجمع ويسبب لنا ضغط جوة الأذن الداخلية، بالتالي يصير عندنا مشاكل في السمع ومشاكل في التوازن. كيف يتم هذا الإجراء؟ عن طريق توصيل تحويلة أو أنبوب نسميه شنت، يقوم بتفريغ أو to drain تفريغ هذا السائل to equalize the pressure in the endolymphatic space. Okay. هذا أول إجراء ممكن نعمله. ثاني إجراء اللي هو intratological catheter، عبارة عن قسطرة تركب من الأذن الخارجية من ال external air canal inside the air اللي هو هذه الأذن الداخلية. طبعا هذه القسطرة تسمح في إن نعطي medication, so the purpose for instilling medication. Okay. The third surgical procedure is vestibular nerve section. فإحنا نعمل قطع للعصب المسؤول عن استشعار التوازن الحركة في الأذن اللي هو vestibular nerve. بالتالي ما راح يوصل الاستشعارات هذه للدماغ، فتخفف من حدة هذه المشاكل. سو يعمل على تصحيح مشاكل الدوار ويحافظ على السمع في الأذن المصابة أيضا. It's about cutting the nerve to prevent the brain from receiving input from the semicircular canal. Semicircular canal هذه هي الأشياء اللي سبب تكلمت عنها، أو الأجزاء اللي تكون نصف دائرة المسؤولة عن التوازن في الأذن. هذه الإجراءات الجراحية بالنسبة للشخص اللي يعاني من مرض مينير أو مينيرز ديزيز. في كذا practice questions حطيتها لكم حتى تختبروا نفسكم بعد المحاضرة.